أهلا بكم مشاهدينا في أهم أخبار الاقتصاد. كشفت محافظة النجف عن وجود نحو 250 موظفا وهميا أو ما يعرف بالفضائي بعد تفعيل إجراءات الرقم الوظيفي. هذا ويرى مراقبون أن الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال أفرزت ظاهرة الموظفين الفضائيين، وهو مصطلح شاع عن التوظيف الوهمي لأشخاص مقربين من أحزاب السلطة، مما ساهم بوجود الآلاف ممن يصنفون بمتعددي الرواتب من جراء التشريعات الانتقالية التي سادت بعد عام 2003، والتي رجحت كفة شريحة معينة من الموالين للسلطة، وهو ما أفرزه ظاهرة التباين الشديد في الدخول المالية التي أغنت البعض وأفقرت غالبا غالبية الشعب. أثار حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي وقيام روسيا بأخذ جزء من حصة العراق في السوقين الهندي والصيني، ذلك ببيعهم النفط بخصومات سعرية كبيرة، أثار المخاوف على 70% من صادرات العراق النفطية التي تتوجه إلى السوق الآسيوي في الهند والصين. وبالرغم من أن هذه المؤشرات التي ستجعل العراق في أثناء المدد القادمة مطالبا برفع صادراته النفطية للغرب، إلا أن عدم امتلاك العراق لمنفذ تصديري باتجاه الغرب سيجعله أقل قدرة على تلبية جميع الطلبات التصديرية إلى الغرب. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت أكثر من 9 ملايين برميل في شهر أيار الماضي. وأضافت الإدارة الأمريكية أن الصادرات النفطية العراقية إلى واشنطن ازدادت في شهر أيار بصورة ملحوظة عنه في شهر نيسان الذي سجلت فيه الصادرات النفطية العراقية 5.5 مليون برميل فحسب، لتحتل بغداد المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، والتي صدرت للولايات المتحدة الأمريكية في شهر أيار ما يقرب من 13 مليون برميل. بدأت الشركات والمؤسسات في لبنان التخلي عن العملة الوطنية واعتماد الدولار الأمريكي عملة رئيسة لتحصيل إيراداتها. يأتي هذا التخلي بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية التي خسرت نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، مع الازدياد المتواصل الذي يسجله سعر الدولار يوميا. وكانت وزارة السياحة اللبنانية قد أصدرت تعميما يسمح بموجب المؤسسات السياحية استثنائيا بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي لم يكن مسموحا به من قبل. خصص صندوق الأوبك للتنمية الدولية 1 مليار دولار أمريكي من موارده على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخطته الجديدة المسمى خطة عمل الأمن الغذائي، وستقدم هذه المبالغ المعتمدة على هيئة مساعدات فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الضرورية كالبذور والحبوب والأسمدة، مع دعم متوسط وطويل الأجل لأمن الإمدادات الغذائية في البلدان الشريكة. وقال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد آل خليفة إن الملايين من البشر من الفئات الأكثر ضعفا قد يواجهون خطر المجاعة في الأشهر المقبلة. إليكم الآن مشاهدين بصورة موجزة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كانت هذه مشاهدينا الكرام أهم أخبار الاقتصاد في رعاية الله.